السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم كل خير. صلوا على محمد يا أخوان. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زكريا عليه السلام نبي من أنبياء الله، قام بخدمة مريم أم عيسى عليه السلام، وهو اللي قام يجيب لها طعامها، وهو اللي يتكفلها، وهو اللي وقام يجيب لها. لكن حصل شيء غريب. وشو؟ عندما يأتي يلقى عندها طعام يعني عكس الوقت، اللي بالصيف يلقى بعشتة عنده، بعشتة يجي بالصيف. شوف، يسألها أين لك يا مريم؟ هذا من أين لك العيش؟ أنا اللي متكفل أجيب. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا رجع زكريا إلى نفسه، كما رجع زكريا نفسه قال شوف، اللي يرزق الله من غير يعني، وعنده هو نبي ما يعتاز، لكن وين يبي يدعي ربه لعل الله يرزقه بولد. شوف كيف الله ذكرها في كتابه الكريم، عندما دعا ربه كيف دعا ربه، وأقبل إلى وين؟ أقبل إلى الله، ودعوه يوم جاء يصلي بالمحراب محلا خفي ما يراه من البشر أحد، يعني بينه وبين ربه. ذكر الله سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف شلون نداء خفيا بالمحراب، الحالة تهل الليل ما يرى أحد، يراه ويسمعه الخالق سبحانه وتعالى. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني رجل كبر، عمره كبير وعمره وشاب شعره، وش يطلب؟ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر. السبب الثاني أنه رجل كبير، والثاني أن زوجته عاقر، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يعني مو أي ولد، نبي ولد صالح يحمل الدعاء وهم الدعوة وهم الدين وهم مرضاتك يا رب، نبي ولد صالح. شوف الله سبحانه، ثم الله سبحانه وتعالى لباله طلبه ودعوته عليه ودعه. يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. شوف خلاص، يجيك ولد ومسمي، خلاص سماه ربه سبحانه وتعالى. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. أسباب الحمل، أسباب الإنجاب خلاص قضت، فأمر ربك إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر ربك لازم يحصل. شوف قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية علامة أستدل على أن زوجتي حامل. فالله سبحانه وتعالى يبي يعطيها العلامة اللي وين يستدل بها على أن زوجته إن حملت. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. كيف يعني لسانك ما تقدر تكلم أحد، ينربط عليك 3 أيام؟ سبحان الله، كيف هذا؟ بقدرة الواحد الأحد. هذا علامة من العلامات إن زوجتك حامل. كل ما جاء الصبح يتكلم فإذا هو يتكلم، يوم جاء يوم الليل يتكلم ما استطاع أن يتكلم، هل اللي حركها وقفها سبحانه وتعالى. هذه أمارة إن زوجته حملت، فانطلق فرحا يبي يعبر عن شعوره للناس، وجاء زوجته فيشر للناس وزوجته يعني في حمل يعني استغراب كلي. شوف فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وهذا دليل الذكر واستغفار واذكار المساء واذكار الصباح، وأن لسانك دائما معلق في ذكر الله. هذا زكريا عليه السلام، هذا يدل على وين؟ فضل الدعاء، المناجاة،
إن الله يرزق ولد صالح، يا من لم يرزق بولد صالح ولا بنت فيدعو الله أن الله يرزق ذرية، يناجي ربه تالي الليل، يقوم يخضع بين يدين الله، يا مذنب ناجي ربك، يا معتاز إلى ربك، وكلنا ذاك الشخص المعتازين إلى الله، وكلنا ذاك العبد الذي لا نقتنع عن الله، فبيد الله كل شيء، عندنا سلاح قوي وهو الدعاء، يا رب يا رب يا رب. ورد بالحديث أن الله ما يرجع كفيه صفر، والدعوة لها ثلاث حالات كما ورد بالحديث. حالة تدخر لك اليوم القيامة، وحالة يصارع الله بها بلاء إلى يوم القيامة، وحالة يستجيب لك الله بالدنيا. وإذا جاء يوم القيامة قال ليت الله ما استجاب لي دعاء بالدنيا لخلها لي بالآخرة بالجنة هناك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأكثر من الدعاء والمفتاح الرئيسي هو الدعاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.